ينضم إلينا عبر الهاتف من بكين الصحفي نادر رونغ. سيد نادر، مرحبا بك معنا عبر شاشة الغد. إذن استراتيجية أمن قومي أمريكية وضعت الصين في موضع مواجهة مع الولايات المتحدة ومع هذا القانون، قانون تفويض الدفاع الأمريكي وما تضمنه من مساعدات أمنية وعسكرية لتايوان، في أي إطار تضعه الصين؟ طبعا مرحبا بكم. طبعا الصين تعارض ذلك بشدة وتحث الولايات المتحدة عن عدم الحكم الخاطئ للصين وقراءة خاطئة للصين، ولا يعني لا يجب أن تعتبر الصين تحديدا له، بل يجب التعاون لتحقيق التقدم المشتركة وفوز المشتركة. فلذلك الصين تحث الولايات المتحدة أيضا على تطبيق التوافقات التي توصل إليه الرئيسان البلدين في لقائه الشهر الماضي. استمرار ادعاء واشنطن التزامها بسياسة الصين الواحدة سيد نادر، وهو كان من التوافقات مع الإدارة الأمريكية خلال مباحثات وجولات عديدة من المباحثات مع بكين، وأمام هذا الموقف والتدخلات في تايوان، الوضع يبدو على أنه كأن الإدارة الأمريكية وقعت في تناقض واضح حول صدق نواياها تجاه الصين، وبالتالي الخيارات أمام بكين للتعامل مع الموقف واستمرار الولايات المتحدة في هذا النهج كيف تبدو؟ طبعا يعني هو تصريحاته ورئيس بايدن دائما تعهدت بعدم الدعم لتايوان، وكذلك يعني اعتراف بسياسة الصين الواحدة، ولكن في الأفعال هم دائما يعني يفعلون باتجاه العكس، وهذا يعكس نيتهم في اعتبار الصين كالتحديد له ويعتبر تايوان كقطرة الشطرنج، الورقة الضغط اللي مع تطور الصين، وهذا نية واضحة. ولكن الصين تحث الولايات المتحدة بأنه لا يمكن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، وهذه المحاولات ستتلقى بالفشل حتما. والاتجاه الصحيح هو أن يجب التعاون مع الصين لتحقيق فوز المشتركة، ليعود الخير لشعب البلدين وللشعوب العالمية كله. طالما اعتبرت الصين سيد نادر، اعتبرت تايوان خط أحمر، وبعد كل هذه الممارسات الأمريكية، ما هي المواقف التي يعول عليها للرد على الموقف الأمريكي؟ ماذا لدى الصين من أوراق ضغط لمواجهة هذه التصرفات الأمريكية؟ طبعا الصين أولا لن تتخلى عن استخدام القوة، وفي حال يعني إعلان استقلال الصين ستقوم بمعي ذلك على أي ثمن، وهذا الخط الأحمر للدفاع عن سيادة الدولة. وكذلك هناك إجراءات متعددة أخرى، يعني مثل الإجراءات المتعددة والعمل بالمثل، فهناك أيضا العقوبات المفروضة على الشخصيات التي تدعم استقلال تايوان، وكذلك جميع الإجراءات التي تستهدف إلى فصل تايوان عن الصين.